رهف بعتت لي مقالة تصف الشخص الحقود بتفاصيله، يعني إحنا رح نعطيكم اليوم مجموعة من الصفات والسمات التي يمتاز بها، مش يمتاز، التي للأسف يعني يتصف بها هذا الشخص، وجمعوهم أنتوا وصير شوف مين فيه نماذج حواليك بحياتك لأشخاص حقودين بحبوا يشوفوك مكسور، يشوفوك مهموم، يشوفوك تعيس، يشوفوك فاشل، كيفوا بنبسطوا هون بس بصيروا يتعاطفوا معك ويطبطبوا عليك ويحسسوك بأنه هم موجودين في محيطك. أنا اكتشفت مبارح وأنا بقرأ المقال بأنه الحاقد هو زي البخيل، يعني أنا بكرهه على قد ما بكره الشخص البخيل. جوالي. أنا بالنسبة لي البخيل أنه من أسوأ أنواع البشر. أو أنا والشخص الحاقد أو الحقود، يعني هاي الصفة يمكن تكون من أبشع الصفات اللي ممكن يتصف فيها البني آدم. ليش؟ لأنه الحقد كبير ومرن، فهو بيلمس جوانب عديدة من حياتنا كبشر. يعني إذا بدنا نبدأ نحكي، الشخص الحاقد دائما ما يذكر عيوب الآخرين ولا يسترها، وهاي عبارة الستر، يعني إحنا بنطلب من رب العالمين الستر. اتخيل لما بني آدم هو يعتقد أنه هو عنده القدرة أنه يجلد أي شخص آخر بدون ما يطلع عيوبه. تخيلوا. لا ومش بس هيك، هو مش يا ريت الموضوع فقط يقتصر على العيوب، شخص الحقود يتكلم في الأعراض. لما يكون غيران منك، يعني أنا مثلاً أستاء جداً وأشعر بخيبة أمل وخذلان لما تكون في صبية قاعدة تحكي عن صبية أخرى. عم نحكي إحنا المرأة يجب أن لا تكون عدوة المرأة، العكس تماماً، لازم إحنا ندعم بعض في مجتمع ندعي بأنه عقليته ذكورية وإحنا المظاليم. هو عقليته ذكورية. تكون قاعدة مثلاً بتقول لك أنا يا أختي ما بحط بزمتي. لأنه هي بس كأني شفت فلانة مع كذا مع فلان. ليش؟ أنا أسوأ أنواع النساء والحقد على فكرة مش مرتبط بالرجل، احنا اليوم لا عم نحكي بشكل عام عن الأشخاص بغض النظر عن الجندر، يعني 100%. تكون مثلا بنت ارتبطت مؤخرا وبسبب الحقد اللي عند البنت الثانية لأنه هي مش مرتبطة، تبدأ تحكي عن هديك البنت بطريقة مش بس مشحفة، بطريقة لا تمت للإنسانية بصلة، زي ما نادية قالت بدخلوا بالأعراض بس لأنه هديك ارتبطت وانت ما ارتبطتي. هل قد سبب سخيف؟ حتى بعيدا عن الارتباط ولا يرهوفة، أنا بلاحظها مرات بدون حتى أي سبب وجيه، هي في بتكون ناس بس بدها، لأنه الكلام في الأعراض خاصة لما أنت تحكي شغلة مثلا بالنسبة للناس بحبوا يسمعوا، مش كل الناس الحمد لله، شريحة كبيرة من الناس يرفض رفضا قاطعا لما تنجاب سيرة أي شخص بالعاطل، حتى مش بس إذا أنا عم بحكي بعرضه، هو يعني يتمنع عن الاستماع وبياخد طرف ومرات كتير بنسحب من الجلسة. ولكن فكرة أنه أنت تحكي عن شرف فلانة تتهميها وتنسبي لها تصرفات أنت ما شفتيها بعينك، بالضبط، انت سمعتي من فلان قد يكون حاقد زيك، بالضبط، وتنشريها على الملأ زي ما قالت رهف، الستر. احيطوا انفسكم باشخاص حتى اذا شافوا يستروا. من انت لتحاسب ولتحاكم ولتفترض؟ انا مره بتذكر انا وناديه كنا قاعدين بجلسه وصار هيك شيء وكنت كتير فخوره فينا، احنا بما معناه حكينا انه احنا وي دونت وانت تو انجيج بهذا النقاش، يعني إحنا ما بدنا لا نسمع ولا نحكي. صح، هو هيك. أنت باي ذا واي حتى لو ما حكيت، مجرد أنه أنت قاعد ويعني دينيك انطربوا للموضوع سمعته وخبيته عندك، أنت برضو مع جماعة الحاقدين. أنت لما بنحكى أمامك من واجبك كإنسان صالح أنك تقول أنه أنا طالما أنا قاعدة هذا الحديث بده يتوقف، لأنه الصمت في هذه الحالات هو تصفيق للباطل. أيوة بالضبط، الصمت في هذه الحالات هو تصفيق للباطل. على فكرة الحاقد هو اللي بيفرح لحزنك وبيزعل لفرحك، إذا بدنا نلخصها إيش إيش إيش، بيزعل لفرحك وبينبسط لحزنك. في ناس بتتشمت حتى بالأحزان، بيستاهل من إيده. طب فوق ما الزلمة صارت معاه مصيبة كمان أنت جاي تقرر إذا هو بيستاهل ولا ما بيستاهل؟ مين عينك جلاد على هالبني أدمين؟ والله إحنا ربنا خلقنا وربنا اللي بيحكم علينا. بس أنا مبارح حكيت شغلة، حطيت شغلة على إنستغرام
قلت أنا بحاجة إلى 5 أمهات يدعوا لي غير أمي بسبب كثرة الحاقدين. فإذا في حواليكم أمهات جاهزين للدعاء أنا جاهزة. قرأتها لماما قالت لي أنا بدعي لنادية. لأنه رهوفتي في شغلة هلأ الشخص الحاقد أنا بالنسبة لي كيف صرت أتعامل معاهم؟ بطلت أشوفهم. صرت أعاملهم كأنهم جمادات. أيوة بالضبط. يعني الطاولة بتسألي عمرك سألت الطاولة شو صار معها؟ لا خلاص ما هي موجودة قاعدة. قاعدة. هلا أنا في شغلة بدي أقترح عليك يا رهوفتي. شو رأيك نحكي الصفات ورا بعض؟ يلا لأنه التلخيص مهمين. يعني فيش داعي حتى نزيد عليه. أول شيء أنت قلتي يذكر عيوب الآخرين ولا يسترها ويتكلم في أعراضها. بالضبط. الحاقد يتبلى على غيره من الناس ويتهمهم بأفعال مشينة لم يفعلوها ويحاول أن يذكرهم بالسوء ويسيء إلى سمعتهم. يعني عليكي يشعر بالحزن عند ذكر من يحقد عليهم أمامه. تخيلي شوفي درجة. بس شو المرض رهف؟ مرض يعني أنا مثلا بحكي مثلا هو بيحقد على رهف أنا ذكرت اسم رهف قدامه هو بيحزن بتضايق بمطعب. الله والله. شو كمان رهوفة؟ يتمنى الشر والفشل والسقوط لغيره ولا يتمنى لهم الخير والنجاح أبدا. والثالثة حكيتيها كمان يحزن لفرح الناس ويفرح لحزنهم ولا يشاركهم مشاعرهم أبدا. الشخص الحاقد نيته غير سليمة يتهرب من تقديم المساعدة للناس ويتذرع بالانشغال حتى لا يعاونهم يشعر بالغضب إن تولى غيره منصبا أفضل من منصبه. يدعي الحب والمثالية وحب الخير للآخرين رغم أنه كاذب جدا. ينتهز أي فرصة للإيقاع بالأذى بالآخرين ويفرح لمرضهم وإصابتهم بالأذى. شوفي اللي جاي لمرضهم يا رهف. يتعمد إحراج غيره وإيقاعهم في مواقف سخيفة والتسبب بإضحاك الناس عليهم. نعرف إحنا هيك شخصيات طبعاً بنعرف شخصيات مرقوا للأسف. يكثر من إلقاء الكلمات الجارحة على الناس ويتعمد إغاظة الآخرين وإثارة غضبهم. يغار من نجاح الآخرين وتفوقهم وحتى بيغار من علاقاتهم الاجتماعية غيرة شديدة ومرضية. ينافق على الناس ويتظاهر بالمحبة في حين أنه يبطن غير ما يظهر. يفضح أسرار الآخرين ويتكلم بها أمام الناس ويخون الأمانة. يبرر الأشياء دائما بسوء الظن ولا يحسن الظن بالآخرين أبدا ويفترض دائما سوء النوايا من غيره. يكره الناس ولا يعرف معنى الحب أبدا لذلك فإن علاقاتهم مع الآخرين قليلة ومحدودة وهو شخص غير اجتماعي بالعموم. شوفوا هاي يتمنى أن يرى غيره مهموما ومغموما ومكسورا. صح 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 ص